السلام عليكم، انا حسين فوزي. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الفرق بين كاونت كالكوليت. الفرق بينهم، يلا مع بعض. كاونت معناها كاونت، دي فيرب وناون، معناها يعد او يحصي، ومعناها عدد او احصاء. كفعل say numbers one after another in order، يعني بيقول الارقام بالترتيب 1 2 3 4 and so on الى اخره. My daughter can count on her finger، يعني بنتي ممكن تقدر تعد على صوابعها او اصابعها. calculate معناها calculate، بمعناها يحسب رياضيا او يقدر، زي مثلا to find something out by using mathematics، مثلا 20+6-4 في 5/2، كل دي يعتبر عمليات حسابيه، بيحسب يعني calculate. لو خدنا اكزامبل، مثال scientists could calculate the speed of sound، يعني العلماء قدروا يحسبوا سرعة اللي هو الصوت. مثلا امثلة تانية calculate the overall costs، بيحسب التكلفة الكلية. calculate percentage، بيحسب النسبة. calculate period، بيحسب المدة والفترة بتاعت المشروع بتاعت اي حاجة.